أقل من دقيقة ونودع سنة 2020 ونستقبل سنة 2021 من نيوزيلندا، أول بلد في العالم تستقبل سنة 2021. كل سنة وانتم طيبين. 30 ثانية ونبتدي.
طيبين. دخلنا سنه 2021 النهارده 1/1 يناير، الواحد متلخبط بس بجد احساس حلو. كل سنه وانتم طيبين، يا رب سنه جديده عليكم سعيده وتبقى كلها فرح يا رب ان شاء الله. اسي عين Yes, Maria, it's amazing. دلوقتي الساعة 12:05 بتوقيت نيوزيلندا. أول يوم في السنة الجديدة 1 يناير سنة 2021. كل سنة وأنتم طيبين ويا رب سنة سعيدة عليكم جميعا يا رب. أشوفكم على خير إن شاء الله. سلام عليكم.